قبل ما نبلش الفيديو شوفوا نور عم تتصور هي وماريتا عم بتصور انا وماريتا لان انا وياها لبس البيجامات شايفين؟ واو عم صورها حتى نزلها على الانستغرام ورجيني ليك انا وماريتا حتى تعرف قديش بتعزميني ما بدي صور طب تعي ناخذ صورة انا وياكي وماما يلا هيك ورجيني لا خليهم هنا ياخذونا صورة يلا خذ سكرين شوت يلا واحد اثنين ثلاثة ماما عندي بدايات ما بدا يعني بدا البابا بابا مصور اعطيني اياها هذا كيف كمان شو اخباركم طمنوني عنكم ان شاء الله بخير انا هيك بحب بلش الفيديو معكم بتحب تفوت بحماس ابدا انا روح قلبي الحماس ابدا عم بقلدني اليكس اليكس قلن مرحبا قلن مرحبا يلا طبعا ما تطلعوا على البيت اي مقاعد مخربين والولاد هون شوفوا كيف الالعاب بالارض عادي بدي اقول لكم على شغله ان الموبايل اللي اشتريناه نحن لالكس هذا الهواوي انه اول ما جبنا له اياه انه ما حبه للتليفون فرجيكم التليفون القديم شو عامل فيه لو انكسره كسر كله فرجيني فرجيني موبايلك اللي انكسر والله توج ايه قطار يعني اعطينا الجديد قول ما بدي بس هلا هو بس يخلص عمره التليفون اكيد رح يرجع يعني ايه هلا لانه لسه هاد فيه روح بس اما بس ينكسر هاد انه خلص الجبال ايه بس احنا عملنا حسابنا ايه انه بابا شو هالقعدة هي؟ انه الشاشة وكسرتوها ايه وانه تركتي البيت كله يا بابا يا روحي لبابا انت وما لقيتي غير تادي هون عصام كثير بيسألوا انه الشاشة ليش فيها خط اسود خط الاسود هاد لانه اليكس في طابه مثل تبع البلياردو بس تبع الجولف طابه الجولف اليكس سلخها هديك بضربه فاجت هون معنا جديده كانت الشاشه حوينتها يعني I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out You and me perfect strangers But really not at the same time Nothing can come between us You and me, we're staying alive Alive Forever alive So hear me out مرحبا كيفكن يا أحلى عائلة عصام ونور؟ اشتنا لكم كتير كتير ورجعنا لكم بفيديو جديد واليوم الفيديو فلوغ طالعين برات البيت ونروح نتسوق ونشتري أشياء وحناخد أليكس وماريتا هن رح يتسوق ورح يخربوها اليوم ملاحظين أنه ماريتا أخذ مكاني؟ ما بدها يعني أنا أقعد بدها هي تقعد ما عاش اللي بدي أخذ مكاني والله مش قلبي يجيون أسنانا لماريتا شوفوا أسنان ماريتا عن جد أنا مستغربة شوفوا وقفي فرجي أسنانك شوفوا شفتوا شو طالع لك؟ طالع لنا نبات انا عن جد مستغربة انه كيف بيطلعوا لنا النبات قبل اسنانها العادية انا بعرف بيطلعوا هدول بالاول غريب ما؟ ايه والله استغربت عم نزل على المحل جاينا بريد ادوية للولاد وهيك بما انه هلا جاي الشتاء وصلنا لهم على شوية انه ادوية وهيك بس شوفوا انا شو معي بالسيارة رح فرجيكم شو هاي للامور الطارئة مشان اذا بكل ولاد او اي شيء بدهم ابوهم دغري بعطيهم خد اليكس تاكل شوكولا هي كثير طيبه مين بحبها مثلي خد ماما اعطيها لماريتا وحده واو دوم راح تدوق اعطيها لماريتا شوكولا اعطيها لماريتا وحده اعطيها هاي اجا عصام اجا القطار هلا اليكس بيكون طالع لنا طالع دغري شوف قطار تاكل عشان وحده ما بحبها خلاص مرجع على هون صندوق المونة قلت له هون عندي صندوق طوارئ فيه مونة هاي الدواء هذا أبرين كتير منيح خافض حرارة مسكن ألم ما بصير بدونه هاد وخاصة هلأ جاي الدنيا عشتة وكمان جبنا هدول المرهمين هاد للحساسية وهيك للولاد الصغار وهاد كتير كتير منيح للحساسية وهالشغلات وكمان مخدر موضعي فجبت يعني اذا واحد انجرحت ايده او شيء او هيك جبت لها منه لماريتا لانه كثير صايره عم تتحسس هالايام فجبت لها من هاد انا بنزين شو بدك اليكس عبيت بنزين عبي بنزين عبي بنزين انا على فكره يعني بنزل فكر انه كثير برد بس هلا كثير شوبت لانه عادي بالسياره اما برا الجو بارد شوي لا هو هذا الجاكيت سميك خي ماري هذا الجاكيت كثير سميك ماري عم تنقل بدها شوكولا
أليكس خد بابا طعمي مرماري مرماري مرميرو طعمي مرميرو طعمي ماري بابا ماريتا ماريتا من إلا ماري من إلا مرميرو من إلا مرميرو دلع كل شيء. هلا لاحظت شغلة بالتعليقات كتير منكم بيكتب أليكس كلمة أليكس غلط إيه. فأنا حسهل عليكم فيكم تكتبوا ماهر لأنه في كتير من المتابعين ما بيعرفوا أنه اسمه العربي اسمه ماهر إيه. فاللي حابب يكتب أليكس فينه يكتب أليكس واللي حابب كمان أنه أسهل عليه باللغة العربية يكتب ماهر. رجع وكفي حديثنا بعد ما طوّج شوي اليوم. أنا راح تقولوا الحق علي أنا ليش سميت اسم ابني أليكس أنه اسم أجنبي. أختصر عليكم الحديث كله راح لكم أنه الاسم بأي البلد بيأثر على الشخص نفسه يعني فهمتوا علي كيف يعني فهمكم كفاية. فلهيك ابني له اسمين ماهر وأليكس. وأنا كمان حابة أقول شيء لكل متابعينا ما تنسوا أهم شيء تحطونا لايك للفيديو وإذا كنت أول مرة عم بتشوفونا وحابين تنضموا لعائلتنا ما تعملوا أي شيء بس اكبسوا على زر الاشتراك اللي تحت اللي لونه أحمر وعملوا اشتراك بالقناة وكمان عملوا لايك للفيديو لحتى عائلتنا تكبر إن شاء الله. بحبكم كتير وإن شاء الله هيك توصل لقناتنا للمليون ومليونين إن شاء الله. إن شاء الله بأسرع وقت رح نوصل للمليون بهمتكم ومحبتكم إلنا يعني بدعمكم إلنا أكيد رح نوصل للمليون بإذن الله. ماريتا كيف عم تمشي كانت نايمة بالسيارة. يلا فوت بابا لكن خايف من الباب عم يحسب حساب يلا فوت يلا يلا يلا, يلا. هاي جاب لك بابا يلا حطها هون عشان تاخذ العرباية يلا حطها هون بابا فوت هيك سو برافو أليكس هون ماري هاي ايه حط في يلا حطهم شو بدك بنان يلا ليكل بنان ليكل بنان شو بدك كمان بنان حطينا بنان وشو كمان خيار قال يلا روح يلا روح حط خيار يلا وشو كمان بدك يلا شوف شو بدك حط بالسلة بدي سالاد يلا حط سالاد شو بدك؟ بندورة بندورة واو شو؟ يلا شو كمان بدك؟ بدك بندورة عندي كمان؟ لا وأحلى شيء قال ماريتا كمان جابت سلة وشوفوا قال حطت فيها موز اليوم أليكس وماريتا هنا عم بيشتغلوا طال الميزان حط الأبلة عم يتطلع مسكت الموزة وقطعتها بالنص ما سكتها كل واحدة بيه عم تقدر هيك تاكلي يلا أليكس تعال أليكس ما أعطي فرحته لحدا ايه كثير مبسوط قال لك إنه أنا عم بخربها هلا بدي آخذ أي شيء بدي إياه ايه وليك يلا امشي كم ماري دكتي ماري يلا دكتي ماري عصير اوكي نور عليك يلا خب احكيكم على شغله انه ماريتا هلكتها لنور اخر شيء اخر شيء حطيت قلب السلة لك شلون قاعدة استغربة هلقتني هلقتني هلق هاي قلب تيتا ماريتا شو ماريتا اشترينا ماريتا اشترينا ماريتا طيبة هلا بندوقها بالبيت هاي تيك توك هاي تيك توك اه بده كاتشاب بدك كاتشاب؟ اه خذ كاتشاب يلا اوكي يلا شوف انت شو ناقصنا بالبيت حط بالسلة طيب عطيها لماريتا عشان تصيروا انتوا الاثنين نفس بعض واو حطوا اه بده هذا كمان هذا ايوه هذا كثير طيب مو هاد اي واحد مو كثير هاي 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 اه اه برينجل هاي هاي اي واحدة بابا هاي واحدة اه بده القح شو بدك القح حد بدك حد انت بتحب الحاد؟ اللي طيب بتحب الحاد؟ اللي طيب الحاد حد
في شيء انتم ما بتعرفوه انه أليكس كثير بيحب الحاج. هذيك المره جبت هذا الكيس الشيبس الاسود الكنار انا فلفلتني هو ياكل ينبسط يعمل دان. اوكي فاشو قول هاي تاكسو ميكي يعني شكرا. يلا هلا أليكس اجى على احسن قسم اللي بحبه بالنسبه له اللي كثير بيحبه. شوفوا شو عمل لك السربرايز اللي بيده الكندر. يلا على قد ما الله يعطيه. يلا بابا حاجة على أليكس ضل ساعة واقف وعم يجرب الكل بيعمل لهم هيك بدي افتح لي هاي المصاصة. شو ماما تعي افتح لك مصاصة. شو مصاصة؟ اوكي هاي. واو مريتا خذي قولي تاك تاك هاي. بابا عربيتك ما بقى تسع اوكي هاي. ما تفتحها هون تفتحها بالبيت. اول شيء نروح هلا على الكاسه وندفع حقها بعدين مره اوكي. بده هو كمان حتى يعبيهم بالكيس. ايه انا شايف مريتك انه مرتاحه على الاخر كثير مبسوطه ليك كيف عادي. شو بابا؟ شو هالصومي؟ انبسطت انه خليت أليكس هو اليوم يعمل لنا تسوق بالسوبر ماركت؟ كثير انبسط كثير فرق. بتحطهم بالسيارة ما بيقدر ما بيقدر يحملهم. هو شغلته يشتري بس أبوه شغلته يحمل. هلا الجواكيت الشتوية مو هيك سماك؟ بصيروا بيضايقوا وأنت عم تقعدهم بالكرسي. ايه يا عمري ليك انفو كيف لهلا محمد؟ من الضربة بالداقس بالحضانة مريتا أنت شو بكي؟ طيبة؟ غمزيني غمزيني يا بريني أنا عصام؟ ايه؟ وهلأ شو؟ وجهتنا لوين؟ هلأ وجهتنا بتروح على المكدونالدز لأنه في صندويشة جديدة بتروح أغدرها. بس هذا الفيديو أنا رح أصوره ورح نزله على القناة الثانية يلي هي التيست فود اللي مو مشترك فيها يروح يشترك فيها وححط لكم الرابط بأول صندوق الوصف. ايه رح روح انا هلا هيك كثير كثير جوعان وبدي اروح اتغدى يا جماعه يعني. شعور لا يوصف. بس التصوير هذا الفيديو ما رح يكون على هي ما رح يكون بهذا الفيديو رح ينزل على هذيك القناه فروحوا اشتركوا فيها اذا حابين تشوفوا شو رح يصير هلا. يا جماعه هلا خلصنا الفيديو وخلصنا الاكل يلي هو رح تشوفوه على قناتنا الثانيه. كنا بالماكدونالدز وصينا على اكل وغدرنا الاكل هون بالسياره واكلنا والولاد كتير مبسوطين وعم يغنوا. ايه والله صار يغنوا من بعد ما اكلوا هيك. اذا حابين تشوفوا الفيديو ما تنسوا تروحوا على هذيك القناه وتشتركوا فيها. هي القناه خاصه انه رحنا يعني خصصنا هذيك القناه بس لنعمل فيها انه اي شيء عن الاكل مثلا اذا اكلنا برات البيت او اذا اكلنا مثلا بالبيت عملنا شيء طبخه مثلا نصورها وكذا وكيف هيك عم ناكلها و... صح شو بك نور ناسد بعد الاكل. ايه والله بعد ما اكل دغري بنعس. هلا شو بدنا نعمل؟ هلا حنروح على البيت. هلا حنرجع على البيت لحتى نحمم الاولاد كمان نغسل لهم وهيك. طيب وصلنا وصلنا ليكن وصلنا هلا لقدام البيت وما بتصدقوا انه انا انه ماني قدرانة اطلع على البيت يا جماعة. لكن تعبت الخواصر ارتخت المفاصل. نور بعد ما تغدت واكلت السندويشة الخطيرة ما بعرف شو صار لي. بدي شو صار لحتى عن جد ما بعرف شو صار لي. هلا اكلي هم طلع البيت طلع الاولاد. بدي اقول على شغله انه حتى أليكس أليكس نام نام. شوفوا كيف نام شايفينه يا عمري انا. أليكس أليكس اليوم تعب ليكي مريتا. أليكس اليوم تعب لانه عمل هاندلر يعني تسوى لنا على البيت وغراض واكل. يلا بابا ليكو ليكو كيف يلا ننزل على البيت. وهديك مريتا وانا ماري ماري ليكو ليكو ايه مريتا هي بتطلع ايديها من تحت الحزام. شوفي كيف بتطلع ايديها من تحت الحزام. تعي تعي ليكني تعي لعندي تعي لعندي تعي دخل قلبك انا. يلا تعي نفك لك الحزام. هذا بوتك ليش شالحتي انت؟ عادي فكرة حالها بالبيت تشلح البوت. البسي البوت يلا يلا البسي بابا البسي يلا ما نطلع البيت. اوكي جدور مريتا جدور. واو ماريتا عم تعذبها لانه ما بدها تشلح البوت. لك عم تفوتها لما ما بدها تشلح البوت. لا بابا لك لا لك تعي شلح البوت. لك لك هلا نزلي شو لك ما بدها تشلح البوت شكلها مو حابه ترجع على البيت. تعي شلح البوت. شوفوا أليكس رجع تعبان كثير دغري زطه غسلنا له ودغري عن النوم. ماريتا تعي شوف شوف طلع يلا خذي خذي هلا انا بدي روح
ظبط الاغراض هدول اللي جاب لنا اياهم اليكس الله يعطيه العافيه. مثل ما كنتم شايفين هي الاغراض يلي جبناهم وتسوقناهم اللي خلينا اليكس هو اللي نقيه وهو يجيب كل شيء بده. اليكس مريتها كمان مريتها كمان تسوقت. انا رح اقول لكم عصام ليش اليوم نزل اليكس وخلاه قال هو يتسوق لنا ويعمل لنا قال تسوق ويجيب لنا اغراض البيت. قال شو؟ ليك عم بتخانقوا على السيارة. قال هذا الشيء بيخلي الطفل حتى لو عمره 3 سنين انه لساته ما بيفهم بهيك قصص. قال شو بتتعزز الثقة بالنفس وبصير عنده احساس بالمسؤولية على صغر. مو صح حسام قلت لي؟ ايه صح. انه عشان قلت يعني انه يصير شو قلت لي؟ يتعزز ثقته بنفسه؟ تعزز ثقته بنفسه وهو كثير انبسط وصار انه هو يشتري ويحط حس حاله عم يعمل شيء كثير حلو. ايه صح عن جد. وهو عصام انه دائما بيعامل اليكس كانه انه كبير بيلعب معه. وجربوا هي الشغلة مع اولادكم لكل اللي عنده اولاد. يا عمري شو مامي؟ هاي اليكس شوفوا. جربوا هي الشغله كمان مع اولادكم وشوفوا بالفعل بتشوفوا رده الفعل تبع الولد كتير كتير حلوه. عن جد كثير انبسط اليوم. ايه حسيته هيك يعني انه فكر حاله انه صار كبير قال وفهمان وهيك. يوم مش هو اشترى يعني شغلات انه طعمه وبلا طعمه بس لو تشوفوا الاكياس هون كلها شوكولاته وكندر وشيبس. بس بدي اقول لكم على شغله انه الشيء اللي صار اليوم بهذا الفيديو الشيء اللي عمله ابننا مستحيل ينسى. وكن تفكروا انه هذا الطفل ما بينسى هذا اليوم اللي صار معه. رح يجي يوم يتذكروا دائما كنت صغير واخذوني بابا وماما وتسوقت وعملت. اي والله عن جد كثير كثير. هاي حابه لكم شيء كثير مهم وكثير ضروري انه في منكم كثير كتبتوا لي بالتعليقات انه نور ليش ما بتغني على اليوتيوب ولا حتى مقطع صغير. انه انا ان شاء الله انه انا بحب غني على فكره. انا كثير بحب غني. انا عندي قناعه وعندي هدف انه باذن الله ان شاء الله بس وصلنا لمليون مشترك ان شاء الله رح اغني ورح سمعكم صوتي. اي ولا شو رايك عصام ام انه بس تصير مليون مشترك رح اغني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اكيد حنوصل للمليون مشترك وانا برايي تغني بس شاطره تسرعيني. انا بسرع احكي لك؟ لا مو هيك يعني. يا عصام انا بسرع. شو قصدك يعني؟ هي عم تجلي بتغني. اي شيء بتعمله هي عم تغني. طب انا بحب غني. بيقلي مثلا غني. بيقلي نور رجعت الشتاء بغني رجعت الشتاء. انا بحب كثير غني. بقى ان شاء الله بس نوصل لمليون مشترك ان شاء الله رح سمعكم صوتي وفجر لكم مواهبي. الموضوع صار عنكم انتم شدوا همتكم خلينا نوصل للمليون مشترك مشان نسمع صوت نور. لا ان شاء الله هن قد وصلوا للمليون مشترك ان شاء الله حتى ان شاء الله ساعتها غني لحتى نسمع مليون ما غني لحتى نسمع صوت نور. اوكي وهلا وصلنا معكم لنهايه الفيديو لنهايه اليوم. بس قبل ما نختم الفيديو قبل ما ننهي هذا اليوم معكم رح ناخذ 3 اسامي من عائلتنا مثل ما عودناكم. معنا وئام ام علاء سوريه مقيمه بتركيا ومعنا صفا من فلسطين امل مجادبه من الاردن. واذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي كتبونا تحت بالتعليقات اسمكم من اي بلد عم تتابعوا. وهيك وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوا تحطونا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو وتشتركوا بالقناه اذا ما انتم مشتركين لحتى تكبر عائلتنا. بنحبكم كثير ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. سلام.